السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحلقة السابقة تعرفنا على الاسم le nom وقلنا أنه يكون مفرد أو جمع، مذكر أو مؤنث، كما قلنا أنه دائما يأتي مسبوقا بأدوات تحدد نوعه وعدده. واليوم إن شاء الله سنتعرف على أدوات التجزئة أو أدوات التبعيض. إذا رأينا les articles indéfinis أدوات النكرة، رأينا les articles définis أدوات المعرفة، رأينا أدوات المعرفة المدغمة يعني les articles définis contractés. الآن بقي لنا آخر أداة وهي les articles partitifs. Les articles partitifs. إذن les articles partitifs قلنا هي أدوات التجزئة أو التبعيض. لاحظوا حتى من اسمها أدوات التجزئة أو التبعيض. لماذا سميت هكذا partitif par une part يعني جزء؟ لأنها هي نقصد بها أو تستخدم من أجل أن نعبر عن جزء أو بعض. داكوغ؟ إذن أولا ما هي les articles partitifs؟ les articles partitifs هي du، هي de la، هي de l'apostrophe إذا كان الذي يتبعها اسم مبدوء بفويل أو h muet، ثم الجمع de. إذن du تستعمل للمذكر المفرد، de la تستعمل للمؤنث المفرد، de l'apostrophe تستعمل للمذكر المفرد أو المؤنث المفرد ولكن متبوع بفويل أو h muet، ثم دي تستعمل للجمع بنوعيه. داكوغ؟ إذا قلنا هذه الأدوات تستخدم للتعبير عن أخذ أو تناول جزء أو بعض فقط. داكوغ؟ لذلك تسمى partitif par une part فقط جزء. داكوغ؟ partitif يعني أدوات التجزئة، أدوات التبعيض يعني بعض فقط. سوف نرى ذلك طبعا في الأمثلة حتى تفهموا جيدا. لذلك نلاحظ أن هذه الأدوات تستخدم عادة للأشياء التي تؤكل أو تشرب. داكوغ؟ تستخدم كثيرا يعني مع الأشياء التي تؤكل أو تشرب، وأيضا تستعمل مع الكميات التي لا يمكننا أن نعدها. داكوغ؟ مثلا دو سابل، مثلا سميتو الرمل، دو سابل يعني لا يمكننا أن نعد الرمل. وأيضا تستعمل مع الأسماء المجردة، الأسماء يعني المحسوسة المجردة، مثلا إحساس لا يعني لا يمكنني أن ألمسه بيدي. داكوغ؟ يعني أسماء مجردة. نأخذ أمثلة. مثلا إذا قلت je prends du sucre. Du sucre. Je prends du sucre. أخذ بعض من السكر. أخذ البعض. لاحظوا عندما أكتب du أقصد بها بعض السكر أو قليل من إلى آخره. المهم قلنا je prends du sucre. جملة أخرى vous avez du courage. أنت لديك الشجاعة. إذن الشجاعة هي كلمة أبستخي يعني هي أمو أبستخي يعني هي ماذا قلت لكم، هي اسم مجرد يعني لا يمكن لمسه، الشجاعة لا تلمس باليد. داكوغ؟ إذن vous avez du courage تستعمل أيضا مع الأسماء أو الكلمات المجردة. مثلا إذا قلت لكم il mange de la viande. إذن هو يأكل من اللحم. إذن لا يأكل اللحم بأكمله، يأكل من اللحم. داكوغ؟ de la viande. مثلا je bois de l'eau. أشرب من الماء. مثلا tu achètes des fruits.
أنت تشتري بعض الفواكه، أنت تشتري الفواكه، دكوغ، أنت تشتري بعض الفواكه. دونك أعطيكم مثل آخر، مثلا il me faudrait il me faudrait de l'argent de l'argent il me faudrait de l'argent يعني يلزمني تلزمني بعض النقود داكور تلزمني بعض النقود. اذا لاحظوا ان ادوات التجزئه يعني هنا كما قلت لكم تستعمل دو مع المفرد المذكر سكر المفرد مذكر دو هذا مفرد مذكر دو لا مفرد مؤنث دو الابوستروف تستعمل مع الاسماء المفرده المبدوءه بفويل دي تستعمل مع الجمع بنوعيه يعني المذكر والمؤنث دو الابوستروف مع الاسماء المبدوءه بفويل مفرده داكوغ. الان شيء مهم جدا هو انكم ساعطيكم بعض الامثله حتى تتعرفون الفرق بين ادوات التجزئه وادوات مثلا ادوات نكره. مثلا لاحظوا معي، اذا قلت مثلا je mange une pizza je mange une بيتزا اكلو بيتزا je mange une pizza. اذا قلت مثلا لاحظوا معي je mange une pizza الان je mange ستلاحظون بانفسكم الفرق de la pizza de la pizza. جملة اخرى مثلا je mange du chocolat je mange un chocolat. إذا ما هو الفرق بين je mange une pizza و je mange de la pizza؟ donc je mange une pizza يعني أكل بيتزا كاملة بأكملها une pizza كاملة. أما عندما أقول je mange de la pizza يعني أكلت من البيتزا يعني لم أكمل البيتزا بأكملها داكوغ، أكلت منها أكلت بعضا منها. Je mange du chocolat. Je mange du chocolat. Akeltu min al-chocolata. Huna je mange un chocolat. يعني akeltu al-chocolata bi-akmaliha. Je mange un chocolat. Akeltu al-chocolata bi-akmaliha. Amma huna je mange du chocolat. Akeltu min al-chocolata. يعني lam akmilha. يعني nihaiyan. D'accord. إذن هذا ما أردت أن يعني حتى تفهمون ما معنى لزارتيكل بارتيتيف. الآن شيء مهم جدا أيضا يعني هو أنه هناك بعض الأفعال التي لا تستعمل معها لزارتيكل بارتيتيف، يعني هذا أدوات التجزئة التي قلنا عنها دو لا دو الابوستروف دي. بعض الأفعال يعني لا نستعمل معها مطلقا أدوات التجزئة. ما هي هذه الأفعال؟ هذه الأفعال هي الأفعال التي تدل لنا عن الإحساس عن الشعور، مثلا أمي يحب، مثلا ديتستي يكره، ديتستي يكره، مثلا أدوغي أدوغي يحب أو يعجبه بذلك بجنون، مثلا بريفيري يعني يفضل إلى آخره. المهم هذه الأفعال التي تعبر عن الإحساس يعني لا يمكننا أن نستعمل معها لو بارتيتيف، أن نستعمل معها أدوات التجزئة. مثلا سأعطيكم بعض الجمل حتى تفهموا ذلك جيدا. مثلا إذا قلت جيم لاحظوا جيم، لا يمكن أن أقول معها دو شوكولا، لا يمكنني أن أقول دو
شوكولا. هذه خاطئة. يجب أن أكتب جيم جيم لو شوكولا. جيم لو شوكولا. داكوغ. إذن هذه الأفعال يعني لا تكتب بعدها لي زارتيكل بارتيتيف، لا تكتب بعدها أدوات تجزئة. مثلا جو ديتست، لأن يعني لماذا لا تكتب بعدها؟ لأن لا يمكن أن أقول أنا أحب من الشوكولاتة فقط قليلا، يا إما أحب الشوكولاتة يا إما لا أحبها. داكوغ. مثلا جو ديتست، جو déteste، انا اكره، je déteste l'avocat مثلا، l'avocat. اذا يجب ان اكتب l'avocat. لماذا انا اكره؟ يعني لانني اذا كتبت du او de la، de l'apostrophe هنا لانها تبدا ب une voyelle، اذا قلت je déteste de l'avocat يعني انا اكره من l'avocat، انا اكره جزء من l'avocat. لا يمكن. اذا انا اكره l'avocat كامله. داكوغ. مثلا جملة أخرى، جو بريفير. إذن أحاول أن أستعمل جميع يعني الأفعال التي أعطيتها لكم حتى تستفيدوا أكثر. جو بريفير لا بيتزا، جو بريفير لا بيتزا، أفضل البيتزا، أفضل البيتزا. إذن أنا أفضل البيتزا ولكن ليس أفضل جزء من البيتزا، أفضل البيتزا، تعجبني البيتزا. جادور، جادور لي غادي، لي غادي يعني تعجبني كثيرا، لي غادي لفت. داكوغ. او مثلا حتى اذا اردت ان استعمل لا نيغاسيون، النفي، مثلا اقول جو نيم با، جو نيم با بوكو، لا احب كثيرا، جو نيم با بوكو لي بونبون، لي بونبون. إذن هنا أستعمل أدوات المعرفة، أعرف هذه الأمور التي لا أحبها أو التي أحبها. داكوغ. لذلك فهذه الأفعال يعني لا يمكن أن تستخدم معها لارتيكل بارتيتيف. هناك أيضا من يقول أنه لا يستطيع التفرقة بين دو بارتيتيف، أرتيكل بارتيتيف، وبين دو أرتيكل كونتراكتي، ارتيكل كونتراكتي يعني الذي نقصد به دو لو. داكوغ. اذا هناك من يقول انه لا يستطيع ان يفرق بين هل هو ان ارتيكل بارتيتيف للتجزئه او هو ارتيكل كونتراكتي مدغم، او هو اداه مدغم. هذا ايضا الامر يعني جد سهل اذا اردتم ان تتعرفوا عن الفرق بينهما. الامر جد سهل. ماذا نفعل؟ فقط نستبدل دو بي ان بو دو، يعني قليل من، لان ماذا نقصد بدو؟ دو نقصد به من. اذا نستبدل القليل من. اذا كانت يعني بقي نفس المعنى، القليل من يعني المعنى كان صحيحا، القليل من، فسيكون بارتيتيف، سيكون بارتيتيف يعني تجزئة. اما اذا لم يكن له معنى فهذا يعني انه كونتراكتي، فانه كونتراكتي. ناخذ امثله، مثلا je mange، je mange du pain، اكل من الخبز، اكل الخبز، اكل من الخبز. اذا اردت ان اعوض الان هنا دو حتى اعرف ان كان بارتيتيف أو كونتراكتي، إذا كان أداة تجزئة أو أداة مدغم أو أداة معرفة مدغم، إذا فقط سأبدل دو ب أن بو دو. دونك جو مونج، آكل أن بو دو بان، أن بو دو بان، آكل القليل من الخبز. إذا هل الجملة فقدت معناها؟ لم تفقد معناها، وبالتالي فإن دو هو أرتيكل بارتيتيف. داكوغ. جملة أخرى، مثلا جو غوفيان، جو غوفيان لا أعرف ماذا أكتب، جو غوفيان
Je reviens du café. Du café. عدت من المقهى. عدت من المقهى. إذن سوف أبدل du بي un peu de. إذن سوف أقول je reviens. Je reviens un peu de café. عدت قليلا من المقهى. إذن هل هذه الجملة لها معنى؟ طبعا ليس لها معنى، وبالتالي فإن هذه دو هي ان ارتيكل ديفيني، أداة معرفة، ان ارتيكل ديفيني كونتراكتي مدغم. داكوغ. إذن هكذا نتعرف إن كان دو هو ارتيكل بارتيتيف أو ارتيكل ديفيني. إذن أتمنى أن تكون هذه الحلقة مفيدة لكم. لا تنسوني من صالح الدعاء، وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى.